يعطيكم العافية يا جماعة. أنا اليوم أو إحنا اليوم نقدر نقول إنه الموت قاعد بيقرب علينا شوي شوي في غزة، وإحنا قاعدين الآن نتعرض للقتل والموت، والواحد مش عارف شو بده يعمل. صحيح الواحد يعني صار أفكاره ملخبطة وأفكاره يعني تودي يمين وتروح شمال، فأنا مش عارف، أنا بحكي لكم مش عارف شو بدي أعمل. أنا قررت إنه واحد يعني إنه يطلع من هالبلد يشوف له مكان تاني، مش عارف حتى تنتهي هذه الحرب، لأنه صحيح خطر يدهمنا أنا وعيلتي وكل أهلي، فالواحد اللي خاطر يأخذ عيلته ويطلع في مكان عبين يخلص الحرب هذه ويرجع تاني، وهذا الأمر صار أمر مكلف جدا. طلعنا من بيوتنا ومش قادرين نرجع لبيوتنا، بيوتنا تدمرت وتم نهبها، ومحلاتي تم نهبها وتدمرت وما ضلش إشي، يعني اللي بنيته طول عمري راح في غمضة عين ولا حاجة ضل، يعني ما ضلش إشي موجود في هذه البلد إلا تراب هذا البلد اللي إحنا انوجدنا ومنحب تراب هذا البلد، ومش مقاعدنا في هذا البلد غير تراب هذا البلد، أشهد بالله. فالصحيح الواحد مش قادر يضل موجود، والأمور قاعدة بتقرب شوي شوي، وإحنا الآن نازحين في رفح، ما ضلش غير رفح فقط لا غير. كل قطاع غزة تم يعني دخول إليه، غزة تدمرت، غزة انتهت، فيش غزة، فيش حاجة اسمها غزة، غزة بتقدر يقول انتهت. عن جد أنا بقول لك اليوم البنايات، المؤسسات، المدارس، المستشفيات، ما فيش حاجة. اليوم لو واحد اتصاب أو واحد صار مريض ما فيش مستشفى يروح له. اليوم لا سمح الله لو يعني صار أي واحد منا مريض ما في مستشفى، فيش مستشفى تروح عليه. أدوية فيش أدوية، حتى لو بدك تروح تشتري حسابك ما فيش. اليوم فيش حاجة عندنا، والحاجة أم الدولار صارت يمكن $10 ب20 ويمكن تصل ب100 وما تلاقيهاش. فالأمور خطيرة وصعبة جدا، سامحوني يا جماعة الإطالة. خلينا الآن نبلش ونشوف الفيديو تبعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم إيهاب السرفندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. مشغل التطبيقات الجديد اللي موجود على الهايبر او اس، نقدر نحطه على اجهزتنا الان على واجهة الهايبر او اس، هو افضل بيمشي معنا على واجهة الهايبر او اس. اذا انت عندك واجهة الهايبر او اس هتستخدمه وتقول ايش هالمشغل اللذيذ، مشغل سلس لذيذ زاكي ابن الناس وحاجة محترمة. لوز يا معلم، الى هناك. ورجعنا لكم من جديد، صلوا على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم مشغل التطبيقات هو العبارة عن مشغل، هذا مسؤول عن حركة التطبيقات والجهاز كله بشكل عام، وهذا المشغل يعني بيجي أو بتقدر تحطه على أجهزة شاومي وريدمي. أجهزة بوكو لها مشغل اسمه بوكو لانشر، زي ما أنتم شايفين الجهاز عليه واجهة الهايبر او اس وعلى الاندرويد 14، طبعا أنت بتقدر تحطه على الاندرويد 14 وعلى الاندرويد 13 واللي عنده واجهة الهايبر او اس. هذا المشغل هو مشغل سلس، مشغل محترم، مشغل فيش فيه أي باجز، مشغل بيعطيك أداء كويس، فيش فيه يعني تقدر تقول أي حاجة بتعكر مزاجك وانت بتشتغل، سلس زي الصابونة. لو جينا مثلا التطبيقات في الخلفية حركتهم يمين شمال ما فيش عندك أي باجز، لو جينا مثلا فتحنا المعرض وجينا عملنا زي هيك وجينا ضغطنا هنا وفتحنا مثلا النافذة، هذه النافذة أو النافذة المنبثقة، شايفين كيف الحركة تبعتها، تقدر تحرك النافذة زي ما انت عايز، ممكن تيجي كمان تصغرها زي هيك وتحطها في هذا المكان، نجي نحركها في هذا المكان، نفتح كمان نافذة منبثقة أخرى وليكن هي مدير الملفات، كمان نافذة منبثقة بتقدر كمان تصغرها وكمان تضلها مفتوحة. وبالنسبة للنافذة بتحركها شمال، بس تحركها دي كمان شمال بصير كرة، وبتقدر تفتحها بضغطة واحدة، وهي بضغطة واحدة تفتح هذه الكرة اللي عبارة عن نافذة منبثقة، وبتسحبها زي هيك وبترميها فوق زي هيك، بتروح ممكن تيجي تنقر نقرة وتيجي فوق تنقر نقرة طويلة. في عندك خيارات بتطلع معك، عندك تفتح الشاشة كلها، تقسيم شاشة لفوق، تقسيم شاشة لتحت، نافذة منبثقة وإكس بتسكر كل حاجة. هذا كله بتحكم فيه أيضا مشغل التطبيقات. لو جينا نقرنا في منطقة فارغة في هذا المكان وجينا على الإعدادات، هنلاقي الكلام كله ينعاد وينزاد، هي تأثيرات التنقل اللي هم حاطينها هي لا تظهر النص، وقفل تنسيق الشاشة وملء الخلايا والمزيد، وهي الأمور كلها زي ما هي، فيش حاجة جديدة. إظهار حالة الذاكرة، إظهار حالة الذاكرة يعني لما تيجي تعمل زي هيك في فوق عندك الذاكرة 10.9 جيجا بايت من 16، هذه هي عبارة عن إظهار حالة الذاكرة بالنسبة لهذا المشغل. وبالنسبة لحجم
حجم الأيقونات تتحكم فيهم من هذا المكان. تطلع معي، تيجي على الثيمات وبتيجي على المكان هذا اللي تحت اللي على اليسار، وبتيجي على الأيقونات. في حاجة اسمها حجم الأيقونة، بتقدر تتحكم في حجم الأيقونة من هذا المكان. وعندك لون الخلفية بنفسجي بني أخضر وإيش ما أنت حايز، أو افتراضي برضو بأخذ ألوان اللي موجودة عندك. نيجي على الإعدادات، وبعد الإعدادات نيجي على حاجة اسمها التطبيقات، بعدين إدارة التطبيقات، ونيجي هنا نكتب مشغل، مشغل التطبيقات، وهذا التحديث الجديد، هذا الرقم الجديد لهذا التحديث اللي هينزل عندنا. هذا التحديث هيكون متاح لأي واحد عنده جهاز شاومي وأي واحد عنده جهاز ريدمي، هيكون متاح لكمان الأجهزة الهايبر أس والأم آي أو آي، بس بيكون متاح أكتر وأحسن وأسلس وأفضل للإيش للهايبر أس. طلع مثلا هنا، طلع حركة، فيش عندك أي حاجة، طلع كيف سلستها. فيش عندك أي مشكلة. الرابط هيكون في صندوق الوصف، هيحولك على قناة التليجرام، هتحمله بكل أريحية وأمورك لوز لوز. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد. دعواتكم، سلام.